ايضا مشاهدينا في نفس الموضوع ونفس ذات السياق تنضم الينا عبر الهاتف دكتوره منال عوض محافظ دمياط. ارحب بك دكتور معنا في هذه الجوله من الان. بدايه طبعا كل عام وحضرتك بخير، وبعد التحيه لو تطلعينا عن كيف تابعت التزام المواطنين بكل هذه الاجراءات والقرارات المفروضه في هذه الازمه وفي هذه العطله بالتحديد عطله شم النسيم. بدايه كل سنه وحضرتك طيبه ومشاهدينك طيبين، وان شاء الله ربنا يعيد الايام على مصر بخير وسلام. احنا كنا عاملين الاجراءات الاحترازيه دي بداناها من بدري شويه، بدانا تقريبا من يوم الاربعاء اللي فات بنمنع دخول كل المحافظات العربيات المحافظات المختلفه عن محافظه دمياط، منعناها من دخول مصيف راس البر علشان نحاول نقلل عدد المواطنين اللي موجودين جوه راس البر. احنا النهارده طبعا كل الحدائق والمنتزهات والشواطئ كلها مقفوله، ومنطقه اللسان في راس البر كمان دمياط الجديده برضو كل الفنادق ما فيهاش اي نزلاء خالص، منعنا النزلاء في الفنادق في الاجازه كلها، وطبعا كورنيش النيل برضو في مدينه دمياط مقفول كله، حتى الكوبري المعدني اللي بيوصل ما بين مدينه دمياط وبين راس البر كمان مغلق. واحنا ان شاء الله يعني على مدار اليوم هنبعث الحضارات والافلام لمدينه راس البر ان شاء الله. ان شاء الله. دكتوره منال، ايضا محافظه دمياط من المحافظات التي بها عدد من المشاريع والانجازات وايضا المصانع، لو تحدثينا عن يعني اجراءات التي تم اتخاذها من قبل اصحاب المصانع والشركات، يمكن كما تعلمين تم اقامه عدد من المعسكرات في هذه المصانع للعمال، حفاظا طبعا على ليس فقط على ارواح المواطنين والعمال لكن ايضا حفاظا على ارواح اسر هؤلاء العمال، كيف تابعت هذه الاجراءات المتخذه من قبل طبعا اصحاب المنشات وايضا المصانع والشركات؟ انا كان في جوله لينا يوم الخميس للمنطقه الصناعيه للدمياط الجديده لكل المصانع، اتاكدت من الاجراءات الاحترازيه للمصانع كلها، في بوابات للتعقيم في كل المصانع، كل العمال يعني لابسين ماسكات ولابسين جوانتيات، وكلهم حتى المطاعم اللي في المصانع بدات تقلل عدد المتواجدين فيها في فتره الوجبات، كمان بدأوا حتى قللوا العمالة بيقسموها دلوقتي فترات علشان ما يبقاش في تكدس للعمال في المصنع، والمصانع اللي بيظهر فيها حالات المصنع كله النبطشية كلها بتبقى تعزل لمدة 14 يوم، كل المخالطين للحالة بتعزل لمدة 14 يوم وبعد كده بنعمل لهم اختبارات قبل ما ينزلوا، يعني في إجراءات كل المصانع واخدين الإجراءات الاحترازية بتاعتهم، وبالمرور احنا من قبل المحافظه من التفتيش المالي الاداري ومن المتابعه ومديريه الصحه على كل المصانع احنا بنتاكد من الاجراءات دي. نعم، ده يمكن دكتوره منال من قبل اصحاب الشركات والمصانع، لو تحدثينا عن الاحتياطات والاجراءات ايضا المفروضه من قبل محافظه دمياط على بعض هذه المشاريع التي يتم اقامتها في ظل احتياطات معينه في ظل هذه الازمه. هو احنا حضرتك طبعا من فتره كده كانت في تعليمات من القياده السياسيه اللي من مجلس الوزراء ان يكون كل اللي قائمين باعمال المشاريع اللي على الارض من المقاولين او العمال بتوعهم كلهم ياخدوا الاجراءات بتاعتهم، كلهم يكونوا لابسين ماسكات، يبقى في عدد من العمال قليل عشان يتبقى تباعد ما بينهم، لما يكون حتى في اقامه في المحافظات العمال دي يكونوا اقامه صحيه وفي طبعا المسافات اللي ما بين العمال تكون يعني مسافات معقوله، وفي حتى في اماكن المبيت برضه، فاحنا نفذنا كل التعليمات دي ووزعناها على كل المشاريع اللي موجوده تبع المحافظه علشان يلتزموا بيها، وبنبشرهم في الشارع بنشوفهم ان هم متاخدين كل الاجراءات دي، واللي ما بيبقاش واخد الاجراءات احنا بتعين علينا الاول ان احنا بندي فكره ان ده المفروض يتعمل ايه، وبعد كده لو تكرر الموضوع ده بنعمل لهم مخالفات. نعم، اشكرك شكرا جزيلا دكتوره منال عوض محافظه دمياط، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لحضرتك.